السلام عليكم جميعا إخواني أخواتي وأصدقائي ومتابعينا الكرام، أتمنى أن تكونوا جميعا في صحة جيدة. إذا يتجدد لقاؤنا في درس جديد وفيديو جديد ومعلومات جديدة، أتمنى أن تستفيدوا منها جميعا قدر المستطاع. فيديو اليوم أو درس اليوم هو متمحور حول كيفية تحليل صور الأقمار الصناعية أو كما يسميها البعض بالمرئيات الفضائية، والاستفادة من المعطيات التي توفرها للإشارة. فهذه الصور تستعمل في مواضيع كثيرة وكثيرة جدا، مثل الدينامية الحضرية، الدينامية الريفية، دينامية المجال المبني، دينامية المجالات الغابوية، تدهور الأراضي والتربة، وبصفة عامة كل مواضيع ذات العلاقة بالوسط الطبيعي والبيئة. الطريقة التي سنعرضها اليوم في هذا الدرس تسمى التصنيف المراقب أو التصنيف الإشرافي، وتسمى بالفرنسية La Classification Supervisée. إذن فالغاية أو الهدف من هذه الطريقة هو تحديد قواعد تسمح بتقسيم مكونات الصورة أو صورة القمر الصناعي إلى أصناف وأقسام، انطلاقا من متغيرات مختلفة نوعية وكمية مميزة لهذه المكونات. إذا نبدأ على بركة الله في شرح هذه الطريقة. أول خطوة بعد الدخول للبرنامج هي تحديد الإسقاط الجغرافي. بعد ذلك نقوم باختيار الصورة التي نريد تحليلها. سوف نختار صورة قمر صناعي سنتيلين 2. سوف نقوم بدراسة صور قمر صناعي سنتيلين 2 بدرجة دقة 10 أمتار. نختار هذه الصورة. يجب دائما اختيار هذه الصورة التي تحمل TCA. إذن بعد اختيار الصورة لن نقوم بدراسة الصورة كاملة، سوف نختار جزء صغير منها قصد دراسته. نقوم بعد ذلك بتقطيع هذا الجزء الصغير من الصورة. طريقة التقطيع هي سهلة وسهلة جدا. إذا لتقطيع الصورة نذهب إلى Arc Toolbox ثم Extraction ثم Extraction Par Mask. نختار صورة القمر الصناعي، نختار Chip File أو المجال الذي نريد دراسته أو تقطيعه، نختار مجال تخزين هذا المجال، نكتب اسمه هنا، ونضغط على OK. ننتظر قليلا ليثما تظهر الصورة. إذن وبذلك نكون قد اخترنا المجال الذي سوف نشتغل عليه. إذن هنا لدينا بحر، هنا مجال مبني، هنا طريق سيار أظن، وهنا أراضي زراعية وأراضي فلاحية. بعد ذلك يجب إضافة أيقونة Classification Image حتى نتمكن من البدء في الطريقة.
نختار الصورة التي نريد الاشتغال عليها ونضغط على هذه الأيقونة Dessin un polygon, Dessiner un polygon ونبدأ في أخذ عينات للأشياء التي نريد وضع تصنيف لها. يجب الحرص على أخذ أكبر عدد من العينات في أماكن مختلفة من الصورة. بعد ذلك نقوم بتجميع هذه العينات في عينة واحدة بما أن لها نفس الميزة. نكتب اسم هذه العينة، نكتب على سبيل المثال بحر لامير. نستمر في أخذ عينات أخرى، نختار هنا عينة المجال المبني أو المجال السكني. دائما نحاول اختيار أكبر قدر من العينات وفي أماكن مختلفة من الصورة الجوية. نقوم بتجميع هذه العينات في عينة واحدة ونعطيها اسم إسباس باتي، المجال المبني، وهو يشمل الطرق والسكن والمنشآت البشرية إلى آخره. بعد ذلك نختار عينة أخرى هي المجال أو عفوا الأراضي الفلاحية والأراضي الزراعية. دائما نحاول اختيار أكبر قدر من العينات. إذن حسب الغاية من تحليل الصورة يمكننا اختيار عدد عينات يناسب موضوعنا. في هذا الدرس ركزنا فقط على تحديد المجال المبني والأراضي الزراعية. نكتب اسم العينة تيغ أغريكول أراضي زراعية. بعد ذلك نقوم بتسجيل هذه العينات. نكتب اسم هذه. بعد ذلك نذهب إلى كلاسيفيكاسيون ونضغط على الخانة الثانية. نختار الصورة التي نشتغل عليها ونذهب ل العينات. نسجل ما نريد القيام به ونضع له اسما هنا. نختار على سبيل المثال تيست. نضغط انريجستري. هناك خانات اخرى يمكن تركها فارغة أو كما هي. نضغط على OK وبذلك نحصل على التصنيف المراقب. بعد ذلك نقوم بتعديل صور أو العينات التي أخذنا.
نغير أولاً أسماءها ثم الألوان الخاصة بكل عينة. نغير ألوان حتى نختار ألوان ذات معنى سيميولوجي. يمكننا حذف هذه التصنيفات، لم نعد بحاجة لها. إذن والنتيجة تكون على الشكل التالي. قبل الإخراج النهائي للصورة أو للخريطة، لا تنسوا التحقق من صحة المعطيات ومطابقتها لما هو موجود في الصورة، بصورة القمر الصناعي الأصلية. وبذلك أصدقائي وإخوتي ومتابعينا الكرام، نصل إلى نهاية الفيديو. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم جميعا. لا تنسوا وضع استفساراتكم وآرائكم وانتقاداتكم في التعليق. والسلام عليكم ودمتم في رعاية الله.